اهلا بحضراتكم عوده من جديد ل 10 الصبح في الاهلي واخر فقراتنا الحواريه. طبعا هنتكلم عن عوده الدوري بعد انتهاء التوقف الدولي، والاهلي طبعا زي ما كل حضراتكم عارفين في الصداره بالفوز الرابع على التوالي بعد ما حقق الانتصار على فريق المقاولين العرب بهدف حمدي فتحي. هنتكلم عن شكل المسابقه وعن المنافسه على اللقب مع كابتن ماهر همام نجم النادي الاهلي السابق اللي دايما بيسعدنا وبينورنا بوجوده. صباح الفل. اهلا بيك يا كريم. أهلا بحضرتك. صباح الخير. صباح الجمال. صباح الخير يا يعني سعاده بحضرتك بعد فوز جميل جدا برضو الاهلي يعني بيحققه. نحن نتكلم في تفاصيل شويه الماتش ده وبعدين ممكن نروح للمنتخب، بس خليني اعرف كابتن همام برضو شاف المباراه ازاي، خصوصا بعض الناس كانت متخوفه شويه، مش فكره يعني من الفريق ولكن المنافس يعني مع كل احترامنا ليه، لكن فكره ان احنا حققنا فوز كبير قوي الاخير مع الزمالك، ودايما او مش دايما العاده بتقول ان بعد هذا الفوز بيجي مباراه ما بنبقاش موفقين فيها، بس ده ما حصلش، وحتى موسيماني اتكلم في ده بالظبط زي ما ذكرت نوال كريم كده. بعد مباراه القمه الاهلي والزمالك وطبعا السكور العالي اللي ما حصلش في قمه الاهلي والزمالك 5-3، فده بيأكد ان كانت مباراه قويه من الطرفين وبالاخص النادي الاهلي. طبعا المكسب الكبير ده مع قمه المنافس اكيد بعديها بيحصل نوع من الفرحه، نوع من النشوه، نوع من ال قله التركيز شويه بعد المباراه، وده بيقع فيها لعيبه النادي الاهلي وبيقع فيها النادي الاهلي بعد المباريات الكبيره. بس بتبقى الفجوه كبيره كابتن ماهر يعني مثلا لو خدنا في الاعتبار، وده برضو تاكيدا للنقطه اللي هوندس سالت حضرتك عنها، بعد رباعيه الاسماعيلي شفنا هدف يتيم في البنك الاهلي، بعد خماسيه الزمالك شفنا هدف يتيم في المقاولين العرب، ففي فرق كبير بنلاحظه. وانت عارف يا كريم المباريات الكبيره بيبقى الجيم مفتوح فيها، وده اللي عايزه النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي بيحب الجيم المفتوح، المساحات المفتوحه. المساحات المفتوحه بتخلي فريق النادي الاهلي بيقدر ينتعش، يقدر يلعب بشكل مفتوح، يقدر يعمل الجمل اللي هو بيتمرن عليها، لكن الجيم المقفول بنلاقي صعوبه بشكل كبير جدا. فانت النهارده لو لاحظت يعني بحييكم طبعا على فكره ان المباريات الكبيره الاهلي بيبقى منتعش فيها بشكل كبير، والمباراه الاقل بيبقى الدنيا مقفوله، يبقى الاداء اقل بالظبط. يعني اربعه في مباراه الاسماعيلي طبعا معروف بالكره، البرازيل مصر الكره مفتوحه فيها التسليم والتسلم، الخطوط بتبقى مفتوحه، بيغامر على النادي الاهلي بشكل كبير جدا. لكن طبعا مستوى فريق الاسماعيلي بقاله يمكن اكتر من سنتين ثلاثه مع الاسف اللعيبه اللي موجوده او الاختيارات اللي موجوده مش بقيمه نادي الاسماعيلي، فاثرت معاه في الاربع مباريات الخساره اللي حصلت الاسماعيلي في بدايه هذا الموسم. الزمالك كان بردك بيغامر على النادي الاهلي في اول ربع ساعه تلت ساعه مفتوح خطوطه، النادي الاهلي قدر يستغل الثغره دي بشكل كبير جدا، ما احترمش النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي قدر في التلت ساعه ان هو يتفوق بثلاث اهداف قتلت الجيم بشكل كبير. لما نروح للبنك بقى هتلاقي خالد جلال يعني مدرب ذكي حس بخطوره النادي الاهلي في المباراتين الاسماعيلي والزمالك، بدا يقفل الجيم على النادي الاهلي في 30 يارده في نص ملعبه، وقدر يراقب مفاتيح لعب النادي الاهلي اللي هم بيمثلوا خطوره بشكل كبير جدا. نجح بشكل كبير خالد في الجانب الدفاعي، لكن الجانب الهجومي ما كانش ليهم تواجد بشكل كبير. نفس الكلام بالنسبه لمباراه المقاولين، يمكن عماد النحاس عماد النحاس برضك عارف النادي الاهلي وطريقه لعبه وموسيماني بيحب يلعب ازاي، عماد قفل الجيم بشكل كبير، اعتمد على الكونتر اتاك اللي هو لويس الراجل الافريقي السريع ده ان هو يقدر يعمل له كونتر اتاك او كوره طويله يقدر يوصل بيها لدفاعات النادي الاهلي. لكن هي دي المباريات، لكن نرجع للاداء اللي هو طبعا يعني يهم جمهور النادي الاهلي طبعا. النتيجه والاداء، انا شايف الاداء برضك لسه ما وصلناش للناس عايزاه. يعني مستر موسيماني بيتكلم ثلاث نقاط واللعيبه ادت اللي عليها، لكن حته الاداء برضك لسه احنا ما وصلناش للاداء اللي الناس مستنيه فريق الاهلي من خلاله. الفريق كله نجوم بالظبط، يعني ده سبعه في المنتخب، يعني ده عدد كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي. البعض كان من الصحفيين تحديدا بيتكلموا مع موسيماني فيها، يعني انت عندك لعيبه كتيره جدا في المنتخب وده اجهاد عليهم لما بيشاركوا مع الاهلي، ما لعبتش ناس مش اساسيه ليه او لعيبه غير اساسيه ليه، برضه حضرتك يعني تتبنى الفكر ده ولا قصه ان هو الموضوع برضه قرار صعب ان انا اخده في بدايه ماتش ممكن يعني
ممكن في نهايه الماتش اقول انا كان المفروض اعمل، بس ان انا اخش وشايل حد اساسي عندي عشان بيشارك في منتخب، يعني شايفها ازاي؟ يعني انا شايف برضك الصحفيين بيسالوا اسئله غريبه يعني بصراحه. هو الراجل هو في المطبخ يعني. هو اللي عارف لعيبته، وهو اللي عايش معاهم متعايش معاهم في الوحدات التدريبيه وفي المعسكر، وهو اللي شايف مين اصلح يكون موجود في المباراه دي. كل مباراه بيبقى ليها استراتيجيتها، كل مباراه ليها طريقتها، كل مباراه ليها رجالتها. فالكلام ده طبعا الصحفيين يعني سؤال بس يعني بيطرحوا كده على الرجل وخلاص، لكن اللي متواجد في تدريبات النادي الاهلي بيعرف فكر الرجل ايه، طريقه اللعب اللي هيلعب بيها ازاي، الشكل الاداء ويمكن من الاداء هم بيشوفوا مثلا، وممكن يكون حد مش عايز يقول اسم بعينه ان هو شايفه شويه مجهد او الاداء بتاعه مش زي ما احنا واخدين عليه. فانا هيجي لي بقى السؤال لحضرتك بشكل مباشر، مين من لاعبتنا اللي مشاركين في المنتخب وعايزه اسم واحد بس اللي شايف ان هو ربما يحتاج لراحه ولو مباراه واحده؟ والله انا هقول كلهم او الاكثر اجهادا يعني. انا شايفهم كلهم. ليه كلهم مجهدين؟ لان هم بقالهم سنتين، دي السنة التالتة، صعب جدا ان هو يروح للمنتخب وبعدين يرجع لافريقيا وبعدين يرجع للدوري العام ويرجع لكاس مصر. انا شايف بصراحة يعني كلهم. الشناوي حتى يمكن بقالنا فترة كده الشناوي بيشتكي من الأمنية، بيشتكي من الخلفية، أيمن أشرف موضوع الطرد يمكن هنيجي ليها دي، حمدي فتحي الالتحامات القوية، السولية بقى فيه برضك إجهاد واضح، حتى شريف فتره كده قاعد بعيد عن ثلاث خشبات عن احراز الاهداف، قفشه هو شريف برده كان في كوره ضاعت يعني لو هنتكلم تحديدا عن المقاولون، وده برده مش المعتاد بتاع محمد شريف ابدا يعني. فالاجهاد نواندي بيخلي اللعيب مش في الفورمه، بيخلي اللعيب مجهد، بيعرضه للاصابه، ما بقاش بحالته الطبيعيه اللي احنا اتعودنا عليها. طيب احنا عايزين نرجع لنقطه حضرتك كنت اتكلمت فيها من شويه وهي حقيقيه وبشكل ملحوظ وملموس الحقيقه، فكره ان الاهلي ولاعيبه الاهلي بيحبوا دايما الجيم المفتوح عشان ده بيخلق فرص وهم عندهم قدره على حسن استغلال الفرص دي. لكن الشيء المتكرر وده حصل مع البنك الاهلي وحصل مع المقاولين العرب، فكره ان انت لما تلاعب فريق بيعمل لك تكتل دفاعي وبيقفل تماما خطوط الدفاع بتاعته، احنا اتفقنا في القعده دي واحنا بنتكلم ان ده بيخنق اللعيب. طب مش في المقابل، لان ده بيحصل كتير، ده متكرر مع فرق كتير بتلاعب النادي الاهلي عشان توقف الخطوره بتاعته، وخصوصا بعد التالق اللي شافوه في مباراتي الاسماعيلي والزمالك. طب لما تلاقي الفريق المنافس بتاعك عامل تكتل دفاعي، مش لازم يبقى فيه برضه حل ما ينتج عنه خلخله الدفاع ده؟ برافو عليك يا كريم، ده سؤال. ليه ده ما بيحصلش؟ ده سؤال فني على اعلى مستوى، بحييك يعني بصراحه. لازم مستر موسيماني يبقى عنده من الطرق ازاي اضرب التكتلات الدفاعيه دي. انا 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 في رايي يعني بصفه ان انا يعني شغال في التدريب، والحاله الوحيده يا كريم انك انت تضرب التكتل الدفاعي ده وهم في نص ملعبك. يعني الفرقه بتهاجم بالظبط، بتهاجم عليك في نص ملعبك، فبيخش عدد خمس لعيبه ست لعيبه من الخصم، ازاي انا كونتر اتاك انقله بسرعه، ازاي اعمل الباص الامامي مش العرضي او الخلفي. فدي برضك نقطه مهمه جدا. فمستر موسيماني لازم يراعي الحته ديت ويبدا يشتغل مع لعيبته على الجزئيه دي. يا جماعه لما يبقى عندنا عدد من اللعيبه في نص ملعبنا من الخصم، يبقى احنا ازاي نقدر بسرعه نضرب ونقدر نوصل للجول. التحضيرات دي يا كريم يا نهواد بيخلي اللعيبه ترجع طبعا. لما اللعيبه ترجع بقى وتبدا توضب نفسها في الحاله الدفاعيه بيبقى الصعوبه علينا بالزبط. لكن الشطاره والذكاء ان بسرعه كونتر اتاك ده كريم ممكن يبدا من الشناوي، ممكن يبدا من بنون، ممكن طبعا. يبدا من فتحي، يعني الناس اللي ورا بسرعه الكره تبقى مقطوعه ويلعبها لقدام، يلعبها لقدام، هنا هنلاقي مساحات بشكل كبير جدا نقدر نخترق الفرق دي اللي بتعمل تكتل دفاعي. ممكن نروح بس دلوقتي نشوف تدريبات الاهلي سريعا وهنرجع لحضرتك تاني فضلني. ويعني الى ملعب التتش ومراسلنا العزيز كريم احمد هو متواجد هناك عشان ينقل لنا يعني الصوره كده حيه والتدريبات اخبارها ايه هناك. يعني كريم صباح الفل في البدايه عليك. صباح الفل عليك طبعا زميلتي العزيزه نهواند وكل التحيه للزميل العزيز كريم، وتحياتنا طبعا لكابتننا الكبير كابتن ماهر همام. كريم السلام عليكم. وعليكم
كريم، يعني انا وكريم وكابتن همام وكل جمهور 10 الصبح في الاهلي وقناه الاهلي دلوقتي سامعينك، فاحنا عايزينك تنقل لنا الصوره حيه من التتش ويعني واللعيبه والتدريب ولو في كواليس، وطمنا كده برده. واكيد احنا زي ما احنا عارفين بسبب الطرد الاخير حمدي مش هيلعب او مش هيبقى متواجد، خلينا برده نعرف منك كل الكواليس، اتفضل. بالتاكيد طبعا يعني نقدر نقول المرحله الاخيره لاستعدادات فريق النادي الاهلي لمباراه المحله غدا ان شاء الله في الخامسة ونصف على استاد المحله، وهي مباراه في الجوله الخامسه، مباراه لها حسابات ولها تحضيرات قويه جدا للجهاز الفني، لان يمكن تغيير الارض ويمكن كمان الطقس والمناخ الحقيقه اللي احنا متواجدين فيه في خلال ال 48 ساعه الماضيه القادمه ان شاء الله بنتمنى ما يبقاش في امطار موعد المباراه. 5 ونصف هو ميعاد بدري شويه عن الميعاد المعتاد لفريق النادي الاهلي في مبارياته 8 مساء، لكن مع التقلبات الحقيقه اللي متواجدين معاها للتحضير بيكون لارضيه الملعب لحضور الجمهور الحقيقه كمان ايضا وهو جمهور المحله، فيمكن كمان ظروف عديده جدا مع التحضيرات الفنيه بياكد عليها بيتسو موسيماني في محاضراته الفنيه المستمره اللي متواجده حاليا دلوقتي وفي هذه اللحظات، يمكن كل اللعيبه في محاضره اخيره قبل التوجه طبعا الى التدريب ومنها مباشره الى معسكر مغلق استعدادا لمباراه المحله. الاجواء طيبه جدا بالنسبه لفريق النادي الاهلي وحاله النشوه والفوز والاصرار الكبير الحقيقه اللي شايفينها من اول بدايه الدوري العام، يعني احنا الحمد لله محققين العلامه الكامله بمباراه كانت كبيره جدا مع مباراه نادي الزمالك، فان شاء الله باذن الله جمهور النادي الاهلي عنده امل كبير جدا ان احنا نشوف الفتره الجايه كلها انتصارات، احنا عندنا مباراه المحله ثم مباراه سموحه الاخيره ويتوقف بطوله الدوري العام، فيمكن الامور الحمد لله بالنسبه للجهاز الفني الرغبه موجوده للاعبين، التحضير جيد جدا، يمكن قلنا على حمدي فتحي وغيابه واحد من اللعيبه المهمين جدا وهيبقى ليه تاثير بالتاكيد، لكن السكواد اللي متواجد مع فريق النادي الاهلي بيطمننا وبيطمن جمهور النادي الاهلي وبيسبب حيره كبيره جدا لبيتسو موسيماني اللي هيكون متواجد، خلاص بيبقى الامر بيكون مصاب او بيكون طارد او كده، لكن اي حد بيكون متواجد بيأدي الأداء اللي مطلوب منه، وده الأمر اللي احنا شفناه مع أكرم توفيق مكان مش مكان، والراجل دلوقتي بقى مصنف أنه أحسن باك رايت في مصر خلال الفترة الماضية، فيمكن ده يحسب لبيتسو موسيماني تحديدا والجهاز الفني، أي لعيب هيكون متواجد في القائمة إن شاء الله بإذن الله يكون في قمة تركيزه ويدي المردود الكبير اللي بيتمناه وبيأمله كل جمهور النادي الأهلي. احنا طبعا متواجدين زميلتي العزيزة نهاوند زميلي كريم متواجدين في ملعب مختار التتش مستنيين طبعا انطلاق التدريب، التدريب كان محدد ليه 11 صباحا طبعا، لكن هي بيتسو موسيماني كعادته ومحاضراته المستمره قبل كل مباراه من 30 ل 35 دقيقه، الراجل النهارده بيفرج اللعيبه على الهايلايتس الاخير لفريق المحله، عندهم عناصر مميزه جدا بيلعبوا بطريقه جيده جدا، الطريقه الجماعيه عندهم مميزه خلال المباريات الماضيه، فيمكن كل ده طبق بالنسبه للتدريب الاخير، لكن الضغط كبير زميلتي نهاوندي الحقيقه، الضغط كبير جدا وتلاحم مباريات كنا بنقول بنامل الدوري ده وجدول بطوله الدوري العام ما يبقاش في ضغط كبير، لكن بعد المباراه الاخيره تدريب وحيد ريكفري للاعبين ثم النهارده تدريب اساسي ومنها سفر الى المنصوره لدخول في معسكر مغلق، ومن المنصوره يتوجه النادي الاهلي غدا الى المحله ان شاء الله لهذه المباراه، فيمكن الحمد لله الامور طيبه جدا، كل مره كنا بنقول عندنا لعيب مصاب، عندنا اثنين لعيبه مصاب، عندنا حد بيأهل، لكن الحمد لله المرحله دي والفتره دي ما عندناش اي لعيب مصاب خلال الايام الماضيه، الحمد لله ده كان امر مهم جدا وده الدور الكبير اللي بيقوم بيه الجهاز الطبي لطبيب النادي الاهلي احمد ابو عبله وكل طاقم العمل وكتيبه العمل الكبيره جدا في الجهاز الطبي لفريق النادي الاهلي، الامر ده بيسعد وبيطمن بشكل كبير جدا الجهاز الفني وايضا كمان بيطمن الجمهور، اما بتخش في السكواد كامل بيبقى الاختيار متروك للجهاز الفني، لكن اما بيبقى عندنا قصور وعدد في اللعيبه كبير جدا الامر بيكون في حيره شويه نقدر نوظف مين نقدر نلعب مين، فالحمد لله ده امر مهم جدا بنتمنى ان شاء الله لعيبتنا تحافظ على نفسها الايام القادمه وتحديدا خلال المباراتين القادمين وايضا في مباراه المحله تحديدا لارضيه الملعب، النادي الاهلي بقاله فتره ما لعبش فيها المحله على ارضيه الملعب، ناكد على هذا الامر، الامر لو كان في امطار غدا ان شاء الله يمكن بنتمنى ما يبقاش في امطار، لكن لو في امطار هياثر بشكل كبير جدا، لان النادي الاهلي بينفذ جمل تكتيكيه عنده سرعات بيحاول ان هو يطبق شكل جديد جدا كل بطوله الدوري او كل يمكن الدوري دلوقتي ماشي على الخطه الجديده الحقيقه اللي بيقوم بيها بيتسو موسيماني، يعني الراجل لو نقدر نقول ان بيتسو موسيماني غير بشكل كبير جدا الحقيقه زميلتي نهاوندي هذه الطريقه الحقيقه الايام الماضيه وتحديدا في مباراه الزمالك شفناها وشفنا مباراه الاسماعيلي، فبنتمنى ان شاء الله كل مباراه ليها ظروفها وليها حساباتها وليها طريقتها، لكن الطريقه الامثل اللي بياخد بيها النادي الاهلي مباراته الماضيه مديه مردود كبير جدا الفتره اللي جايه، وبنتمنى ان شاء الله باذن الله لعبتنا تركز اكتر من كده كمان، في قصور وفي بعض طبعا الفرص اللي بتضيع، لكن كل ده بيجي طبعا بتوالي المباريات وبتوالي التدريبات، فبنامل ان شاء الله لعبتنا كعادتهم يكونوا على قدر المستطاع وثقتنا كبيره جدا فيهم ان شاء الله في خلال مباراه المحله، وبيتسو موسيماني ايضا كمان يكون موفق قعدته في القراءات الفنيه قبل المباراه ومن خارج الخطوط على مدار 90 دقيقه نقدر ان شاء الله نحصل 3 نقاط هيساعدوا النادي الاهلي بشكل كبير جدا في حفاظه طبعا على الصداره بالعلامه الكامله، ومنها ان شاء الله باذن الله يستمر النادي الاهلي في حصد نقاط في بطوله الدوري العام.
تغطيتك دايما بتكون رائعه كريم حقيقي، زميلنا المتالق كريم احمد. بس قبل ما اختم معاك انا عايزه سريعا جدا اروح واطمن الناس ايضا، دي نقطه كنا بنتكلم فيها دلوقتي انا وكريم مع كابتن همام، فكره هنا الحمد لله احنا ما عندناش اصابات زي ما انت قلت او غيابات، ولكن البعض من الجماهير عنده تخوف من الاجهاد اللي لدى بعض اللعيبه عندنا في الاهلي بسبب المشاركه كمان في المنتخب زي ما احنا بنتكلم. طمنا على النقطه دي، ولو عندك كواليس من اي يعني حوار او نقاش دار بين موسيماني ولاعبتنا بخصوصا اللي هم لعيبه المنتخب ايضا، خلينا نعرف منك نقطه الحوار هنا ماشيه ازاي برده عشان نطمن الجماهير. اتفضل. بالتاكيد طبعا يعني الاجهاد والتلاحم الكبير والمجهود الاكبر اللي بذل خلال منتخبات طبعا منتخب مصر وكل اللعيبه اللي شاركت، ده امر كان واضح شويه في المباراه الاخيره طبعا مباراه المقاولون العرب، الضغط كان كبير والتركيز كبير، لكن المرحله دي زميله النهاوند محتاجه انكار ذات كبير جدا ومحتاجه تحامل، لان المرحله اللي قادمه محتاجين كل العناصر، الدور الكبير اللي بيقوم بيه الجهاز الطبي وايضا كمان الجهاز الفني، الجلسات النفسيه، يعني على سبيل المثال بيرسي تاو وخروج منتخب طبعا جنوب افريقيا، الراجل كان محتاج ان هو يتكلم معاه بيتسو موسيماني يتكلم معاه وطلعه من الجو العام طبعا، ويمكن الراجل كان محطم شويه طبعا للمنتخب بلاده ان هو يطلع طبعا من تصفيات كاس العالم، طبعا ده كان امر صعب جدا على واحد زي بيرسي تاو بقيمته الكبيره، فالراجل بيشتغل جانب نفسي بشكل كبير، الجهاز الطبي وايضا كمان كل اخصائي التاهيل الموجودين بيعملوا طبعا ريكفري بشكل كبير جدا للاعيبه النادي الاهلي، لكن ارجع واقول اصرار اللعيبه وتركيزهم الكبير واهميه المرحله، وده اللي احنا عارفينه على لعيبه النادي الاهلي، اللي عنده كدمه بيتحامل على نفسه، اللي عنده اجهاد بسيط بيحاول ان هو يقول انا لا لابد ان انا اكون متواجد ومشارك في المباراه، وكان عندنا مثال كبير جدا الشناوي الحقيقه سابق الزمن الفتره اللي فاتت وشارك في مباراه الزمالك، كان راجع من المنتخب باصابه شارك في مباراه الزمالك وتالق بشكل كبير، فيمكن المرحله دي مهمه جدا لكل اللاعبين، لكن ما ننكرش ان في اجهاد، لكن هو ده قدر لعيبه النادي الاهلي، لكن الدور الاكبر اللي بيقوم بيه الجهاز الطبي، وباكد على هذا الامر لان ما بنقول ما عندناش اصابات، لان ما عندناش اجهاد ما عندناش لعيبه، ده مجهود اكبر كبير الاجهزه كمان اللي متواجده معانا هنا داخل المختار التتش، والدور الاكبر اللي بيقوم بيه مجلس اداره النادي الاهلي في توفير كل سبل المناخ والراحه اللي تقدر تساعد النادي الاهلي على حصد مزيد من البطولات، فكل الامور دي ان شاء الله كلها تجتمع مع فريق النادي الاهلي واستمر النادي الاهلي في ادائه المميز وفي انتصاراته المميزه، ويا رب يبعد الاصابات عن لاعبي النادي الاهلي ونفضل السكواد كامل كده معانا ان شاء الله حتى توقف بطوله الدوري العام، ومنها بقى ان شاء الله لمرحله الفتره اللي جايه طبعا الامارات هيكون النادي الاهلي في معسكر مغلق خلال الايام القادمه، لكن مش هنسبق الاحداث، عندنا مباراه مهمه الاول هي مباراه المحله ومنها مباراه سموحه، فان شاء الله باذن الله لعيبه النادي الاهلي تكون كعادتها طبعا مركزه بشكل كبير، والثلاث نقاط يكونوا من نصيب النادي الاهلي باذن الله. كريم نشكرك جدا جدا على هذه التغطيه الاكثر من رائعه، شكرا ليك ونقاط مهمه طبعا، وبعدين كمان كلامه بقى يخلينا نروح مع كابتن ماهر همام على اللقاء القادم، واحنا بنتكلم على غزل المحله، فريق مجتهد الحقيقه جدا جدا جدا، واكيد برضه هينزل يعمل اقصى ما يمكن عمله في لقائه امام النادي الاهلي، ثم مباراه سموحه، رؤيه حضرتك وتوقعك فيما يتعلق بيه، مش بالضروره التشكيل قد ما انا عايز اعرف رؤيتك لكيفيه هندله المباراتين دول بشكل عام. قبل ما نروح لمباراه المحل عايز اقول بس ان هواد كريم كان لعيب كوره. ايوه طبعا احنا عارفين ده كان متالق جدا. طبعا التغطيات دي من راجل لعيب كوره. وعشان كده بحب اروح للفنيات برضو وللكواليس معاه، يعني هو كمان النقطه اللي اتكلم فيها التجهيز الفني عفوا النفسي دي حاجه رائعه جدا، يعني نوع من انواع برضو الضغوطات، يعني لان هي مش بس بدني هي كمان تبقى نفسي، ففكره ان النادي كمان مستوعب ده جدا والفريق، فده شيء اكثر من رائع. الراجل واضح قوي انه مصحصح، يعني حتى الحاجات اللي فيها النفس بيشتغل عليها بشكل كبير جدا، لانه برضك هو عنده خبرات وعنده علم طبعا. مش محتاج انه يجيب دكتور نفساني، هو كمان بصفته انه موجود معاهم مع لعيبه وموجود في الملعب بصفه اساسيه، فهو بيلمس الحاله النفسيه اكتر واحد يقدر طبعا يوصل ويخرج اللعيب من 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 الجزء النفسي هو المدير الفني. هنعمل ايه بقى في الماتشين المحل احنا لو هنرجع للسنه اللي فاتت، المحل احنا اول فرقه خسرنا منها على ملعب المحل، ودي كانت بالنسبه لنا كانت مفاجأة كبيره، فاكيد طبعا مستر موسيماني برضك من الاعداد النفسي اكيد هيلمح على الجزئيه دي، يا جماعه خدوا بالكم احنا السنه اللي فاتت كان عندنا اخفاق من فرقه المحله، فواضح النهارده هيبقى في دوافع بالنسبه لنا بشكل كبير جدا، وفي حوافز للعيبه ان هي ان شاء الله باذن الله تأدي المباراه الخامسه على التوالي. بس نفس الدوافع والحوافز برضه او الحافز عند فريق غزل المحل بالظبط بالظبط، بناء على اللي حضرتك بتتكلم عليه واللقاء اللي هم كانوا فيه السنه اللي فاتت، لان انت برضك كريم الفرقه دي لما بتبدا تقابل النادي الاهلي تاكد ان الثلاث ايام دول
بيبقى في معسكر يعني قافل على نفسه بشكل كبير جدا من ناحيه التغذيه، من ناحيه النوم، من ناحيه الاكل، من ناحيه حتى اصحابه ما بيكلمش حد، مركز على مباراه الاهلي، عارف ان المباراه بالنسبه له قمه. بتذاع استوديو تحليلي، نقاد، في جماهير كمان موجوده اول مره، جماهير المحله طبعا هتبقى موجوده، الالف اللي موجودين مع جماهير النادي الاهلي، فاكيد هيبقى في تنافس شريف بين الفرقتين. لكن برضك النادي الاهلي عند اصراره لما بيركب الدوري، الاهلي لما بيكسب في بدايه المشوار بيحاول يحافظ على المكسب ده لحد التوقف ان شاء الله بتاع المنتخب. فانا شايف ان النادي الاهلي باذن الله من كلام كريم كده ان مستر موسيماني يعني في جاهزيه بشكل كبير جدا من ناحيه الاداره الفنيه، من ناحيه استراتيجيه المباراه، من ناحيه الخطه، من ناحيه اللعيبه. يعني بيتكلم على حمدي فتحي بالكارت الاحمر اللي هو اخده في المباراه اللي فاتت، لكن انا بطمن طبعا جميل النادي الاهلي. يعني حمدي فتحي لعيب مميز في نص الملعب، لكن احنا عندنا لعيبه كمان اخرين مميزين بشكل كبير جدا بيقدروا يقوموا بالمهمه اللي بتطلب منهم من خلال الجيم. عندنا السولية بحاله طيبه، عندنا يانج بحاله جيده، ممكن اكرم كمان يقدر يلعب في نص الملعب يرجع لمكانه الطبيعي، محمد هاني شفناه كبديل لاكرم في المباراه السابقه. يعني مستر موسيماني عنده من التجهيزات اللي يقدر يعوض بيها النقص اللي بيحصل في اللعيبه. نتمنى التوفيق بقى زي ما احنا قلنا، احنا عايزين بدايه النادي الاهلي، ودي اللي احنا محتاجينها، اول ربع ساعه او تلت ساعه زي ما شفنا في نادي الزمالك الضغط المستمر على الخصم. نتمنى ان احنا نرجع للاسلوب ده من بدايه المباراه، نقدر نجيب هدف في الاول، الهدف ده بيدي ثقه للجهاز الفني واللعيبه، نقدر نعوض ان شاء الله بهدف ثاني، بنقتل المباراه طبعا بالهدفين. نتمنى النادي الاهلي ان شاء الله التوفيق في هذه المباراه، مباراه المحله القادمه باذن الله. كويس جدا، احنا هنروح فاصل وهنرجع، بس لما نرجع عايزين نتكلم بقى فكرتين احنا ذكرناهم اكتر من مره، يعني اللعيبه الغير اساسيه في النادي الاهلي، عايزين نديهم شويه تركيز او فوكس شويه ونتكلم عنهم بشكل اكثر تفصيلا. موافق؟ حاضر. فاصل سريع هنرجع نكمل مع حضراتكم. عوده لعشرة الصبح في الاهلي، وعوده لضيفنا اللي منورنا واللي دايما بيسعدنا بوجوده معانا، كابتن ماهر همام نجم النادي الاهلي السابق. ولسه في حديث واسئله كتير متعلقه بالنادي الاهلي، ولسه كمان عايزين ندخل على المنتخب. بس قبل ما نروح المنتخب، كابتن هواد سالت سؤال لحضرتك قبل الفاصل، ليه علاقه باللعيبه الغير اساسيه في النادي الاهلي. يعني مش عايزين نقول البدلاء، عايزين نقول اللي بيكملوا المشوار مع اللعيبه زمايلهم. يعني ده دور مهم جدا يا كريم. انا هواد اللي على الدكه ده بيبقى اولا لازم يبقى مركز بشكل كبير جدا في محتويات الجيم. يعني هو قاعد مثلا، انا قلب الدفاع قاعد احتياطي، انا قاعد براقب راس الحربه بتاع الخصم، طويل قصير سريع، بيتحرك ازاي، بيقطع، الحاجات دي مهمه جدا عشان لما الله يقدر يحصل دور ان انا انزل اكمل مشوار زميلي يبقى انا بسرعه، غير توجيهات اللي هداني المدير الفني طبعا. ودي كانت ميزه كريم. نرجع للزمن شويه، الكابتن محمود الخطيب قبل ما يبطل فكان بيقعد فترات كتير جدا على الدكه، اخر نص ساعه لما بتطلب منه ينزل بتشوف حاجات بقى متعه، السرعات عامله ازاي، وانتوات عامله ازاي، تصويب على المرمى عامل ازاي. نفس الكلام جيل ابو تريكه، ابو تريكه برده كان من ضمن اللعيبه الاذكياء جدا لما كان بيقعد بره وبعدين يطلب بيقرا بشكل كبير جدا. وليد صلاح الدين كان برده من ضمن المفاتيح اللي بنعتمد عليها في اخر نص ساعه، بيحصل نوع من الاجهاد من المدافعين او من فرقه، وليد كان ذكي جدا برده بيقرا، يقدر يخش يعمل حاجات ضربات جزاء، يقدر يعمل حاجات فولات على ال 18 واحد ضد واحد، يقدر يروح هو. فمطلوب طبعا من اللعيبه البدلاء او اللعيبه اللي هم هينزلوا يكملوا المشوار لازم يصنعوا لنا الفارق. طب عشان يصنعوا الفارق انا لازم ادي فرصه، يعني ما اقدرش اطلب منه اصنع فارق في اول مباراه هتنزل تشارك فيها لو انت مش انا مش مجهزاك. يعني انا بس بحاول افهم من حضرتك. هو طبعا كل اللعيبه جاهزه يعني، واختيارات المدرب من عدد الماتشات المشاركين فيها وغيره. حضرتك شايف ان احنا لاعبتنا اللي هي الغير اساسيه جاهزين في اي وقت؟ جاهزين. وانا بس بطلب منه من ان حته اثبات الوجود، انا نازل عايز اقول لمستر موسيماني انا ابدا من اللي موجود او احسن من اللي موجود، عايزين المنافسه دي. فانت نازل اذا كنت مهاجم عايز تجيب جول، اذا كنت لعيب نص ملعب عايز تحافظ، يعني لما تحصل على الفرصه اثبت نفسك او استغلها جداً. زي ما علي لطفي يمكن عمل قبل كده برضه في بعض المباريات الشركيه. مهم جدا جدا ان انا الفت نظر
الجهاز الفني مستر موسيماني ان انا لعيب قادر ان انا ابقى موجود بصفه اساسيه، ان انا لعيب مش ابقى بديل بقى، عايز اخش ابقى من ضمن ال 11 الاساسي بالظبط. طيب احنا فاضل عندنا حوالي دقيقه ونص كده على نهايه الحلقه، عايزين نلحق نتكلم مع حضرتك فيهم على المنتخب ورؤيتك للمنتخب في ضوء المباريات اللي اتلعبت حتى الان تحت قياده كيروش. احنا كنا بنتكلم قبل ما نطلع على الهواء انا وانت ونهواند ان احنا مش مبسوطين من شكل اداء المنتخب ومش مش مبسوطين من مستر كروش. لو تفتكر كريم كده لما جبنا فايلر الراجل المدرب السويسري للنادي الاهلي، الراجل ده بسرعه عمل حاله خارج مصر في افريقيا للنادي الاهلي وداخل مصر، حتى اللعيبه كمان كانت يعني قريبه جدا من فكر هذا الرجل. فاحنا كنا متخيلين ان مستر كروش ده راجل عنده خبرات، عنده اربع محطات احترافيه لمنتخبات كبيره يعني. فهي دي ميزه الهيد كوتش دلوقتي يا كريم، ان انا بسرعه وهو قال ان انا عندي درايه بشكل كبير جدا على منتاليتي وعقليه اللعيب المصري، وانا طبعا سعيد جدا ان انا يعني جاي اشتغل مع المنتخب المصري، وعنده بيانات عن كل لاعب. مهم جدا ان الحاجات دي مع الجهاز الفني بسرعه كانت تخش طبعا، ويبدا عارف كل لعيب امكانياته ايه ومركزه اللي هو بيبدع فيه ايه، وهو كمان يختار الطريقه بقى والاستراتيجيه المناسبه للتشكيله اللي موجوده معاه. احنا عندنا نخبه من اللعيبه المميزين اذا كانوا المحترفين اللي في الخارج او المحترفين اللي في الداخل، فمش هو ده اداء المنتخب اللي احنا يعني منتظرينه. وبعدين احنا عندنا مهمه صعبه جدا، عندنا كاس العرب وبعدين كاس امم افريقيا وبعدين كاس العالم. كاس العالم احنا طبعا ان شاء الله هنقع من ضمن احسن ست فرق موجودين مصنفين فنتمنى تكون فرقه افريقيه مش فرقه عربيه. فرقه عربيه برضك الجزائر والمغرب وتونس مقرفين قوي ومتعبين قوي بالنسبه لنا، فنتمنى يعني يكون حاجه بقى السنغال نيجيريا حاجه افريقيه. هو كله متعب من جد حقك. نورتنا يا كابتن همام والله، شكرا لوجودك معانا يعني. شكرا جدا. خلصت حلقه النهارده يا حضرات، انا بنشكر حضرتك جزيل الشكر على وجودك معانا، وان شاء الله نشوفكم على خير بكره باذن الرحمن وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي.